سي سلام، داخل يعني تحالف النصر باعتباركم جزء من الإطار التنسيقي، بعد الأحداث الأخيرة راح تستمر جولة الحوار مع الأخوة بالتيار الصدري، يعني إلى ماذا تشير معلوماتك؟ نعم، يعني وحقيقة يعني هناك أكو مواقف حكيمة. يعني اليوم مثلا نعم قد يكون أشكلنا على أنه الجميع اتفق على أنه المساس بسلطة القضاء والاعتصام أمامها خطأ كبير. أعتقد أنه تجاوز الخطأ أو الاستجابة السريعة من سيد مقتدى الصدر وانسحاب المعتصمين من أمام أبواب سلطة القضاء هذا شيء جيد، يدعونا أنه نتأمل بالقادم خيرا، على الأقل أنه ممكن هي تكون رسالة وسيلة ضغط للأطراف الأخرى، عليه أن يتبنى كل الأطراف أيضا بما أن هناك تنازلات أو خطوة إلى الوراء يجب أن تقابلها خطوات أخرى من الطرف المتنازع حتى نصل إلى مرحلة الحوار، تقبل الحوار، لأننا حقيقة أي تصعيد أو تصريحات مستفزة لا تخدم أي طرف من العملية السياسية. اليوم مثلا على سبيل المثال كان هناك تصريح للسيد نيجرفان برزاني بأنه يكون طرف في تقريب وجهات النظر بعد التصعيد الأخير اللي حصل أمام القضاء، وهذا أيضا مؤشر جيد على أن كل الأطراف السياسية إذا كانت مكوناتية أو سلطات مشاركة أو أحزاب مشاركة بالسلطة شعرت بخطورة الموقف، أن اليوم العملية هي ليست صراع بين البيت الشيعي كما وصفه أخوي الدكتور واثق، الصراع هو على معادلة الحكم لكل المكونات السياسية وكل الأطراف المشاركة بالعملية السياسية. إذن عليهم جميعا أن يتبنوا الحوار والحلول الوسطية، أكرر أن لا حل للأزمة إلا من خلال الحلول الوسطية، لأن هناك ملفات معقدة وصعبة جدا، فتحها في الوقت الحاضر ما راح يخدم أي طرف من الأطراف. نحن مع القضاء مع القانون، ممكن بعد أن ننتقل إلى مرحلة البناء ودولة المؤسسات نفتح هذه الملفات والقضاء يأخذ مجراه، القانون فوق الجميع، أي شخص اختلس المال العام أساء للمال العام أساء لإدارة الدولة عليه أن يتحاسب ووفق القانون والدستور والقضاء اللي نثق بنزاهته وحياديته. لذلك أنا أعتقد أنه لا حل إلا من خلال الحوار وتبني الحوار والطرق الدبلوماسية التي تؤدي إلى نتائج تفضي إلى تعديلات تأسس لمعادلة حكم جديدة ترضي كل الأطراف السياسية.